شنت تنظيمات متطرفة والجماعات المسلحة هجمات إرهابية غير مسبوقة ألحقت خسائر بشرية فادحة بالأرواح بدءا من الأوروب أوراندو الأمريكية وإسطنبول وداكا وصولا إلى بغداد، فضلا عن تنفيذها عمالة عنف دموية على الصعيد العالمي. وحولت ذلك علقت القناة الإخبارية الألمانية بالقول إن التنظيمات المتطرفة أرسلت على ما يبدو إشارة تحدي قوية للمجتمع الدولي، في حين يرى رأي العام أن تصعيد الهجمات الإرهابية ما هو إلا تكتيك بالغ الخطورة وإعلان حرب على العالم بأكمله. أشارت تقارير تحليلية نشرتها صحيفة واشنطن بوست أمس الاثنين إلى أن الهجمات الإرهابية المكثفة التي شهدها الأسبوع الماضي في أماكن متعددة من العالم أظهرت بما لا يقبل الشك أن مسلحي التنظيمات المتطرفة باتوا خارج سيطرة قياداتهم ودخلوا مرحلة نشطة، حتى أن تحركاتهم لا تحتاج إلى تعليمات من قيادة التنظيمات المتطرفة. ولفتت تلك التحليلات إلى أن أخطر ما في الأمر يتمثل في أن المسلحين يتخذون تكتيك الذئاب بدلا من تكتيك الذئب المنفرد. كما ذكرت الصحيفة نقلا عن وكالات الاستخبارات الأمريكية أن التنظيمات المتطرفة ذاقت مرارة الهزيمة في معارك سوريا والعراق، مما أدى إلى تسريعها وتيرة تنفيذ خطط الأعمال الإرهابية والانتقامية في العالم. وأشار مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إلى أن التنظيمات المتطرفة أنشأت العام الماضي خلايا وكيانات بهدف تخطيط وتنفيذ الأعمال الإرهابية في أوروبا، وذلك استنادا إلى معلومات مصدرها عناصر من التنظيمات المتطرفة جرى اعتقالها في وقت سابق. وأضاف هؤلاء المسؤولون أنه من المحتمل في الوقت الراهن أن تكون هذه العناصر قد اختفت في شمال أوروبا استعدادا لتنفيذ جولة جديدة من الهجمات الإرهابية.